مثلا اللي أبهرني التنظيم ما شاء الله، دورة هي اختيارية وتطوعية، وجدت التنظيم أجمل وعلى مستوى راقي، كأنه على أندية ممتازة أو على مدفوع لها بقيمة. لكن أنا أشوف الأخ سعود الخالدي، الأخ حسين الغامدي، جدا جدا انبهرت بالمهنية العالية فيها، رغم أن عادة التطوعي يكون فيها تساهل، لكن شفت جدية، عمل ممتاز، جمهور أبهرني، تغطيتكم الممتازة أبهرتني، الله يعطيكم العافية. فهي دورة الحمد لله، أنا أعتقد الدورة الـ11 أنا من منظوري ومن رأيي الشخصي، وأعتقد أن من رأي معظم الضيوف أن دورة ناجحة من أولها، لا ننتظر حتى آخرها، هي دورة ناجحة على ذكرى فقيد غالي على قلوب الجميع. الله يرحمه. دكتور، طبعا نيابة عن شبكة الفارس الإعلامية، نيابة عن اللجنة المنظمة لدورة الفقيد، نشكر لك حضورك وتواجدك. بارك الله فيك، ونشكر الشباب، وأنا أتمنى بصفتي اتفاقي وإحنا موجود في نادي الاتفاق أن نستفيد من هاللاعبين. أنا أبهرني كم لاعب هنا، وإن شاء الله أن الإدارة الاتفاقية على رأسها الابن خالد الدبل أنه ينتبه لبعض اللاعبين ونحاول نجيبهم، ونراكم السنة الجاية إن شاء الله في الدورة 12 بإذن الله. شكرا لك. شكرا يا ولدي، شكرا.